قال فيهم رسول الأمة صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم أجلى لنا مكانتهم، والذي يجهلها لا يرجع على نفسه إلا بالنقصان والخسران. لذلك قال بعض العلماء عندما جهل ابن حزم الترمذي قال: كيف يفعل؟ كيف يقول عن الترمذي مجهول؟ فهو كل من جهل عالما نبيلا رجع على نفسه بالجهل والنقصان، والعالم لا يخسر. البخاري تكلم فيه من تكلم، وهو كان كالجبل الأشم. ما ضر البخاري عند ربه ما وقع عليه الضرر، والضرر وقع عليهم جميعا، حتى أن قرناء الإمام البخاري وهم من أساطين المحدثين ومن العلماء النبلاء الذين قال فيهم أهل التحقيق لا يقلون عن البخاري درجة بحال، لكنهم حسدوه، حسدوا البخاري وتكلموا فيه بما ليس فيه ولو كان فيه، فإن الله يؤاخذهم على ذلك. لذلك خفض نورهم، لا يعلمهم إلا قليل، لا أذكر أسماءهم لعلة عندي الآن أدبا مع العلماء جميعا، لكن لا أحد يعرفهم إلا أهل التخصص الذي ينظر في علم الجرح والتعديل وينظر في العلل، وكلام العلماء في بعض الرواة يعلم منهم. لكن البخاري الحجر والشجر، إن لم أكن في بعض الغلو في الكلام، الحجر والشجر يعلمون البخاري، وجعل الله اسمه في الآفاق. لذلك قالوا أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه صحيح البخاري. والمسألة أردت أن أبينها مدارها على القلوب. فالعلم اصطفاء، هبة أصالة ثم اكتساب. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وفي الآية دلالات، والدلالة الأولى ثم أورثنا. الله جل في علاه هو الذي وهب، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، اصطفاء واشتباء من الله جل في علاه. وقلنا محل نظر الله، ارجع سريعا، قال الله تعالى: قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فأضافهم لله جل في علاه، دلال على التشريف. ما أضافهم إلا وقد شرفهم، ما أضافهم إلا وقد علم سبحانه جل في علاه أنهم المحل القابل لهذه اللؤلؤة الثمينة.